كرهوني الابيض. اهلا بيك يا فندم وكل ما شرفتكم. احنا النهارده بنقوم بتعبئه الكراتين عشان نديها لاهالينا وحبايبنا. الكرتونه فيها محتويات بتكفي اسره خلال شهر رمضان ان شاء الله، وبيتم توزيعها حسب عدد افراد الاسره. ممكن واحد ياخد كرتونه، ممكن واحد ياخد اثنين. الكرتونه مكوناتها فيها مكرونه ورز وزيت وسمنه وصلصه وشاي وسكر، يعني اقل واجب ان احنا نقدر نزق مع ناس اهالينا، وده طبقا لمبادرة كتف بكتف، وده بالتعاون مع التحالف الوطني. مقرر كم كرتونه ان شاء الله يتم توزيعها داخل مصر؟ والله ان شاء الله يعني 25,000 فيما فوق ان شاء الله. احنا قمنا من الاسبوع اللي فات بتوزيع جزء كبير، وان شاء الله النهارده من هنا لغايه بدايه رمضان هنقوم برضه بتوزيع جزء اكبر، واحنا مستمرين على شهر رمضان ان شاء الله. ومش كرتونه بس، احنا عندنا كمان ان شاء الله حوالي 1500 وجبه يوميا هيطلعوا لكل اهالينا وكل الناس اللي هي يعني نقدر نوديها لغايه عندها يعني باذن الله في المجال باذن الله. تجهيز كراتين المواد الغذائيه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. احنا شاركنا في عده مؤسسات، نادي الكادر الخيريه شاركت في عده مبادرات ابتسامي، من اهمها مبادره خير ابتسامي. اشتغلنا فيها على ثلاث محاور. المحور الاول تعبئه كراتين المواد الغذائيه، والمحور الثاني توزيع الوجبات الساخنه، المحور الثالث توزيع قروض الخير. احنا بنشكر النائبه الدكتوره نبيل الكاتب رئيس مجلس امناء مؤسسه نبيل الكاتب الخيري، والمهندس محمد الكاتب رئيس الصندوق، لاتاحه الفرصه لنا كشباب للمشاركه في مثل هذه المبادرات اللي بتخدم اهالينا المستحقين لمحافظه البحيره. Thank you.